وطنيا واقليميا ودوليا. السلام عليكم ونرحب بجميع المناظر الاعلاميه الحاضره معنا، ونشكركم على اهتمامكم المستمر بانشطه الجمعيه، وذلك احتفاء بذكرى مرور 700 سنه للرحاله بن بطوطه في رحلته الشهيره من مسقط راسه بطنجه سنه 13 يونيو 1325. ما يميز هذه الدوره؟ مجموعه من الفقرات، برنامج مرتبط ينصب حول شعار الدورة وهو المشي نحو مناخ أفضل. المشي نحو مناخ أفضل هو شعار الدورة الثالثة الذي اختارته جمعية الرحالة لهواة المشي بطنجة. الدورة الثالثة تشمل مجموعة من الفقرات المتنوعة، ندوات فكرية، خرجات مشي يستفيد منها مجموعة من أطفال المنطقة، ستستفيد منها جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة، جمعية الأيتام. أيضا لنا ورشات تحسيسية لفائدة الأطفال مرتبطة بتغير المناخي، ودائما حسب شعار الدورة. أيضا لنا خرجة بالمواقع المحيطة بمدينة طنجة المتأثرة بموضوع التغير المناخي. إذن برنامج متنوع يشمل مجموعة من المحاور دائما مرتبط بشعر الدورة وهو المشي نحو مناخ أفضل. برنامج الدورة الثالثة في 4 أيام، يبتدئ بعد لحظات عبر ندوة صحفية، يليه افتتاح للمعرض في فضاء بيرديكاريس حول منتوجات صديقة للبيئة. مساء اليوم الأول لدينا أمسية افتتاحية في سينما الكسر، ستشمل مجموعة من الفقرات، ومن خلالها سنعرض نشيد الجمعية وهو كسبق نعرضه أول مرة. اليوم الثاني وهو صبيحة الغد لدينا خرجة إلى المواقع المحيطة بمدينة طنجة المتأثرة بموضوع التغير المناخي. مساء تنظم ندوة حول ابن بطوطة بمناسبة الذكرى 700 لانطلاقته. السبت صباحا لدينا حملة للنظافة بمحيط فضاء كاب سبارتيل، الذي يميز السنة موضوع النظافة بأن سننقسم إلى 4 مجموعات، مجموعة تنطلق من الغابة، مجموعتين من اتجاه البحر، بمعنى مجموعة ستأتي من منطقة البحر الأبيض المتوسط ومجموعة أخرى من ساحل الأطلسي، والمجموعة الرابعة ستنطلق ستغوص، يعني من جمعية مختصة في الغوص ستقوم بتنظيف قاع المنطقة. في نفس التوقيت هناك ورشتين للأطفال حول موضوع التغير المناخي، وبمساء السبت لدينا ندوة حول التغير المناخي، ليكون اليوم الختامي هو يوم الأحد صباحا حملة للتبرع بالدم في نسختها 12 تحت شعار مشاة في طريق الخير، إضافة إلى استفادة مجموعة من الأطفال الجمعية للأيتام وجمعية أخرى بمدينة تطوان، جمعية حنان لذوي الاحتياجات الخاصة، سيستفيد من خارجة مشي بمنطقة أرملت، ليكون ختام البرنامج مساء يوم الأحد عبر أمسية ختامية. إذن فإحنا دائما كيهمنا هو المحتوى اللي نقدمه بغض النظر عن الإمكانيات المادية. مرحبا للجميع، أخوان أخي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.